برونكيال تري او التراكيو برونكيال تري. التراكية اللي هي كانت امتداد اللارينكس، هذه التراكية لما دخلت للنك ومنها الى الثوركس عند مستوى الاسترنال انجل، التراكية انقسمت الى تو مين برونكاي، رايت مين او اسمها برينسيبال برونكاس وليفت مين برينسيبال برونكاس. الرايت مين او برينسيبال برونكاس هتنقسم الى عدد من البرونكاي اصغر منها في الحجم، كل برونكاس تروح للوب يسموها لوبر برونكاس. ثم اللوبر برونكاس هتنقسم الى عدد من البرونكاي الاصغر حجما تروح الى قطعة من اللوب يسموها سيجمنتال برونكاس. ثم تنقسم السيجمنتال برونكاس الى عدد اصغر من التيوبس اسمها برونكيولز، تنقسم بدورها الى عدد اصغر من الدكتس يسموها الفولار دكتس، تنتهي بالالفيولاي اوف ذا لانج، وهنا هيتم الجازياس اكستشينج. ده كان التسلسل المنطقي والتنازلي للبرونكيال تري حتى تصل الى الالفيولاي. طيب ادي البرونكيال تري. التراكية التراكية جاية من انك كامتداد للارينكس عند مستوى السكس سيرفايكال فيرتبرا، هتمشي ستريت كورس along the neck ثم تدخل للثوركس حيثما تنتهي عند مستوى الاسترنال انجل اللي هو الديسك ان بتوين ذا فورث اند فيفث ثوراسيك فيرتبري. هنا التراكية اللي القصبة الهوائية هتنقسم الى تو ديفيجنز along the middle line. رايت بيج ديفيجن اسمه رايت برونكاس، وسمول لونج نارو ديفيجن اسمه ليفت برينسيبال برونكاس. الرايت مين برونكاس والليفت مين برونكاس، ايه الفرق بينهم؟ من خلال هذا الدياجرام التوضيحي يتبين الاتي: ان الرايت از وايدر ذان ذا ليفت، الرايت از شورتر ذان ذا ليفت، يبلغ طول الرايت 2 سنتي ونص ويبلغ طول الليفت برونكاس 5 سنتي. الرايت برونكاس ميكس ان انجل وذ فيرتيكال بلين تساوي حوالي 25 درجه، في حين ان الليفت من برونكاس ميكس ان انجل حوالي 45 درجه مع الفيرتيكال بلين. ده يقول لنا ان الرايت من برونكاس تبدو كما لو كانت ماشيه ان لاين وذ تراكيه، والليفت برينسيبال برونكاس بتصنع انجل مع التراكيه. علشان كده لو فورين بودي لا قدر الله دخل في التراكيه، الاسهل له انه يمر في الرايت برينسيبال برونكاس لانها ماشيه ان لاين ويز تراكيه. كل من برونكاس من دول هتنقسم الى عدد اصغر من اللوبر برونكاي، فهنجد عندنا الرايت لانج هتنقسم الى سوبيريور لوبر برونكاس وانفيريور لوبر برونكاس، وكل لوبر برونكاس تبتدي تنقسم الى عدد اصغر من السيجمنتال برونكاي. سيجمنتال برونكاي يعني رايحة لسيجمنت معينة من اللوبس اوف ذا لانج، فهنجد السوبيريور لوبر برونكاس هتنقسم الى ابيكال وانتيريور وبوستيريور سيجمنتال برونكاي. طب اللوبر برونكاس اللي تحت هتنقسم الى اتنين، واحدة ميدل واحدة انفيريور. الميدل هتنقسم الى اتنين سيجمنتال برونكاي ميديال ولاترال، ثم الانفيريور لوبر برونكاس هي اللي هتنقسم الى خمسة سيجمنتال برونكاي ينظرم البرونكاي اللي طلعت من الاتنين لوبر برونكاي اللي فوقيها، وهما الابيكال الانتيريور والبوستيريور والميديال واللاترال. يبقى على هذا الاساس كانت ترمينال division of the right main bronchus الى 10 segmental bronchi، كل segmental bronchus تذهب الى قطعة من اللنج تيشو يسموها pulmonary segment، هنحكي عليها بعد دقايق. نيجي للليفت مين bronchus او الليفت principal bronchus، هتنقسم الى اثنين bronchi، اثنين lobar bronchi،
واحده سوبيريور واحده انفيريور. السوبيريور هتديني اتنين سيجمنتال برونكاي، واحده ايبوكو بوستيريور والتانيه انتيريور، وديت اللي هي الميدل لوبر برونكاس هتنقسم الى اتنين برونكاي اللي هما السوبيريور والانفيريور، ومن تحت الانفيريور برونكاس هتنقسم بداخل اللانج تيشو الى عدد اربعة سيجمنتال برونكاي، واحدة ايبيكال واحدة انتيريور واحدة بوستيريور واحدة لاترال. اذا جينا نقارن السيجمنتال برونكاي اللي خرجوا من نهاية الليفت من برونكاس نخرجها نقارنها مع البرونكاي اللي خرجت من الرايت برينسبال برونكاس، هنجد ان هنا في 8 سيجمنتال برونكاي ناقصه واحده من فوق وناقصه واحده من تحت. اللي ناقصه من تحت كانت الميديال موجوده هنا، واللي ناقصه من فوق كانت البوستيريور لانها اتحدت مع الايبيكال برونكاس. يبقى انا على 8 سيجمنتال برونكاي على الليفت سايد و10 سيجمنتال برونكاي على الرايت سايد. هذا الديفيجن للتراكيه والبرونكاي بهذا الشكل، خليها عامله زي الشجره. كل سيجمنتال برونكاس هي عباره عن كارتليجنس تيوب رايحه الكورسبوندينج سيجمنت من اللانج تيشو. تنقسم اللانج تيشو بطريقه مماثله الى عدد من السيجمنتس تناظر السيجمنتس اللي خرجت من البرنسبال برونكاي. دي الرايت لانج. الدليل ان دي الرايت لانج، الدليل ان دي الرايت لانج، ده الابر لوب، ده الميدل لوب، وده اللور لوب، ودولت التو فيشرز، الاوبليك فيشر والهوريزونتال فيشر. طيب الابر لوب ينقسم بواي شيبد ايميجينري لاين الى ثلاثه سيجمنتس، ايبيكال سيجمنت وانتيريور سيجمنت وبوستيريور سيجمنت. نلاحظ ان الثلاثه سيجمنتس دول هيقابلوا الثلاثة سيجمنتال برونكاي اللي خرجوا من البرونكاس المناظرة لها، فيسموا دولت برونكو بالمونري سيجمنت. طيب الميدل لوب هينقسم الى تو سيجمنتس، لاترال وميديال سيجمنتس. اما الميدل لوب هينقسم اولا بهوريزونتال لاين الى ايبيكال سيجمنت واربعة سيجمنتس، الانتيريور و البوستيريور واللاترال والميديال سيجمنتال سيجمنتس اوف ذا لوبس اوف ذا لان. طب ده كان بخصوص البرونكو بالمونري سيجمنتس او سيجمنتس اوف ذا لوب ديفرنت لوبس اوف ذا رايت لانج. ماذا عن السيجمنتس اوف ذا ليفت لانج؟ الليفت لانج كان فيها اتنين لوبس، ابر لوب ولور لوب. الابر لوب هينقسم الى ايبيكو بوستيريور سيجمنت وانتيريور سيجمنت، ينظروا السيجمنت المماثله اللي خرجت من الليفت برينسيبال برونكاس. ثم اللينجولار لوب ده اللي هو كان جزء من الابر لوب هينقسم الى اتنين سيجمنتس، واحد سوبيريور والتاني كان انفيريور، علشان تقابل السيجمنتال برونكاي اللي خرجت من الليفت برينسيبال برونكاس. اما اللور لوب اوف ذا ليفت لانج هينقسم الى ايبيكال سيجمنت وعدد ثلاثة سيجمنتال، ثلاثة سيجمنتس اللي هما الانتيريور والبوستيريور واللاترال. اذا غاب من هنا الميديال وغاب من هنا البوستيريور بالموناري سيجمنت. اذا انا عندي 8 سيجمنتس، اللوبس اوف ذا ليفت لانج تنقسم الى 8 سيجمنتس، واللوب لوبس اوف ذا رايت لانج انقسمت الى 10 سيجمنتس، يسموهم برونكو بالمونري سيجمنتس. ايه الكلينيكال امبورتنت بتاع هذه السيجمنتس؟ كل سيجمنت بتشتغل كما لو كانت لانج منفصله، فتستقبل برونكاس منفصله وارتري منفصل، ويخرج عنها فين منفصل، ويغذيها برونكيال ارتري منفصل. اذا في العمليات الجراحيه لاستئصال اللوبس او السيجمنتس يمكن استئصال سيجمنت من لوب ولا يؤثر على باقي اللانج تيشو، لان كلهم سيبرت عن بعضهم. البلاد سبلاي اوف ذا لانج، كلمه بلاد سبلاي تعني ارتيريال وتعني ارتيريال سبلاي وتعني فينوس درينج. الارتيريال سبلاي والفينوس درينج هيكونوا عن طريق مجموعه من البلاد فيزلز اسمها برونكيال ارتريز او برونكيال فينز. البرونكيال ارتريز
انا عندي على الرايت برونكيال، على الرايت سايد في رايت برونكيال ارتريز، وعلى الليفت سايد ليفت برونكيال ارتريز. الرايت برونكيال ارتري ده جه منين؟ الرايت برونكيال ارتري كان واحد بس، اما البرونكيال ارتريز على الليفت سايد كانوا اتنين. الرايت برونكيال ارتري اللي هو كان على الرايت سايد واحد جاي من الرايت سيرد بوستيريور انتركوستال اللي هو الفيرست اورتيك برانش. طيب الاثنين اللي على الليفت كان واحد سوبيريور واحد انفيريور. السوبيريور كان فوق مستوى تي 5 والانفيريور كان تحت مستوى تي 6. طيب جايين منين دول؟ الرايت سيرد بوستيريور انتركوستال اللي هو بتاع على الرايت سايد كان جاي من ديسندنج اورتا، والاثنين دول كانوا جايين ايضا من ديسندنج اورتا. طيب البرونكال فينز عند رايت وليفت برونكال فينز كانوا اونلي وان ان ايتش سايد. الرايت برونكيال فين يصب مباشرة في الازيجوز فين، والليفت برونكيال فين يصب مباشرة في السوبيريور اللي هو الاكسسوري هيمي ازيجوز فين. يتبين من الدياجرام ده ما يلي، انا كان عندنا على الرايت سايد اوف ذا، كان عندي على الرايت لانج تو مين برونكاي دخلوا في الهايلم، اب ارتيريال برونكاس والهيب ارتيريال برونكاس، في حين ان الهايلم اوف رايت لانج كان دخل لها وان برينسيبال برونكاس. هنا العكس بالنسبه للارتريز، على الرايت سايد فهنجد البرونكيال ارتري كان واحد، وعلى الليفت سايد كان البرونكيال ارتريز اتنين. على الرايت سايد الواحد ده كان من الرايت سايد بوستيريور انتركوستال من ديسندنج اورتا، وعلى الليفت سايد جاي مباشره من الديسندنج